عشان نعمل وصفتنا اللي هي مقبلات الدجاج والجبنة، عايزين 2 صدور دجاج مسلوقة، وممكن نية كمان لو عايزين، بس مسلوقة عشان أنجز. عايزين 2 بصل أخضر، 1 بصل عادي، 1 كوب ذرة، 2 كوب جبنة تشيدر مبشورة، يعني زي ما انتوا عايزين، اسفة مش تشيدر، 2 كوب جبنة مبشورة حسب الرغبة، 1 كوب جبنة كريمي، 1 فلفل أخضر، ملح وفلفل، معلقة صغيرة زعتر، 1 كيلو جزر مبشور ناعم، أوراق نعناع طازة، و10 أعواد من القرنفل. طيب أول حاجة هنعملها هناخد البصل اللي عندنا وهنحطه على النار. نحط دلوقتي مع البصلة هنحط الفلفل الأخضر، بس عايزة أدبلهم كده، مش عايزة أحطهم نيين، بيبقوا أحلى لما بيبقوا شوية مستويين، أحلى كتير من إن إحنا نحطهم وهو ني. هحط بقى الفلفل الأخضر ونخليه برضو على النار يدبل شوية، طبعا حسب عدد اللي جايين بتعملوا صدور الفراخ، بس أنا حبيت أعملها بصدور فراخ مسلوقة على أساس إنكم أنتوا لو عندكم من اليوم اللي قبل كده مثلا في التلاجة فراخ، مطرح مثلا فراخ وملوخية أو فراخ مشوية في الفرن، تقدروا تستغلوها في إنكم تعملوا الوصفة اللذيذة دي. هناخد بقى دلوقتي الجزر اللي عندنا فحطيناه دلوقتي في الكبة وهنبتدي نهرسه. هناخد بقى البصل والفلفل اللي طريوا عندنا وهنحطهم كده هنا، خليهم بس شوية كده يهدوا عشان أنا مش عايزة الدنيا سخنة. الجزر اللي عندنا ونبتدي نبشره. ممتاز، ده اللي احنا عايزينه. هناخد بقى دلوقتي الفراخ اللي عندنا وهنحطها هي وبقية المكونات على بعضها كده كلهم كده هنا. ادي الفراخ، ادي الذرة، توابل زي ما انتوا عايزين، ادي الجبنة، ادي الملح، عايزين بقى تحطوا بابريكا، عايزين تحطوا اللي انتوا عايزينه حطوه، ادي الملح، ادي الفلفل، ادي رشة الزعتر كده. احنا كل حاجة عندنا جهزت، ناقص بقى نعمل ايه، نحط الجبنة الكريمي علشان تلملنا الكلام ده كله مع بعضه. فهناخد بقى دلوقتي الجبنة اللي عندنا جبنة كريمي ونحطها على الخليط ونقلبه مع بعضه زي ما قلنا، عشان احنا عايزين يعني غير الطعم اللذيذ بتاع الجبنة الكريمي، عايزين حاجة تمسك لنا الحاجات دي كلها مع بعضها. خلاص كده حلو قوي، كله اتجمع مع بعض. هنجيب النايلون، النايلون راب. هناخد دلوقتي الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه ده، هنعمل منه كورة، نقول مثلا قد كده، حطيتها هنا. هو احنا ممكن نحطها بطريقتين. الطريقة الأولانية اللي هي دي، هنعمل كورة زي ما اتفقنا من الخليط بتاعنا، كورة كورة مدورة، تمام، كورة كده اهي، ودي أسهل طريقة نعمل بيها الكورة. عملناها كده كورة زي ما انتوا شايفين، هناخدها نحطها هنا مع الجزر ده ونغلفها برضو بالجزر. هوريكم ايه الفكرة دلوقتي من اللي احنا عملناه. هناخد دي كده نحطها كده هنا، احنا عشان بس ما نغيرش من شكلها اللي هو مدور، عشان كده بنحطها في الكيس لانها طبعا طرية وهيتغير شكلها. هناخد دلوقتي عود قرنفل هنحطه بالمقلوب كده، وهناخد ورقتين من النعناع ونحطهم كده